منى. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم، وإن شاء الله جمعتكم تكون دائما على خير ومحبة. عسى الله يحفظكم وين ما كنتوا، والحلى اللي عندكم يكون حلو، وانتوا أكيد أحلى من الحلى. اليوم حلقة جديدة وياكم، ما باجي إلا اليوم وباكر إن شاء الله ما يندرى إذا كان رمضان 29 ولا 30، لكن أنا بالفعل راح توحشوني وايد 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 وايد. لك بس حبيت أوصل شغلة صغيرة، يعني في ناس يقولوا لي مثلا أنتي يعني وايد رسمية ممكن تكونين في البرنامج أو شيء من هذا القبيل. أنا ماني رسمية كثر ما أني أنا أتعامل بطبيعتي بعفويتي معاكم بالشكل اللي أنا أكون مرتاحة له، حتى يعني أنتوا حتى ترتاحون بالتعامل هذا معاي يعني. وأنا بالعكس أتقبل كل شيء حلو منكم، أو كل نقد يعني يكون منكم أنتوا بالذات، بالعكس إحنا فيكم نحيا على قولتهم. اليوم طبعا عندنا فقرات متنوعة، بس بالبداية أحب أشكر براندات، شركة براندات على هداياهم للمشاهدين، بالإضافة إلى كلينيك ناس وصالون المنزل وايت كلينيك وسلة رمضانية للزعيم، وأيضا لنسيبة ميك اب آرتست، وأيضا لسابلي وعيادة الميدان، وكل من شارك ويانا في البرنامج. بالبداية حبايبي خلونا نروح لهذه الفقرة وتالي نرجع لكم. حلمنا ويا ما عطيتينا عطيتينا يوم الوفا والخير ريحة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وهذه من الأعمال الجميلة اللي شفتوها الحين على الشاشة، وهم راح أسهل عليكم الإجابة. بس ناخذ أول اتصال. عزيز مساك الله بالخير. ألو ألو هو ألو عزيز ولا منو؟ ألو ألو السلام عليكم. لا في صوتين اشتبكوا شباب كنترول. هلا فيك أخوي عزيز، شلونك؟ يعطيك العافية. عافيت، تقبل طاعتك وصيامك ان شاء الله. منهم من صالح الاعمال يا رب. ها دايخين عقب الفطور؟ والله حيل. احنا الوحيدين اللي الحمد لله ودايخين وايد، بس شوي. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شفت العمل اللي توه؟ اي مال الفنانة الشيطان هدى حسين. هدى حسين. نعم، شفت العمل؟ تعرف اسم العمل؟ لا والله ما شوف، ما دام جبت اسم الفنانه هدى حسين معناته بالفعل طبعا هي تمثل في العمل. انا ما ابي ادوخك اكثر وياي، يبقى انت فايز وياي بكابون مقدم من سابلي، ويعطيك الف 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 عافيه. حلي بعد الفطور. نقول الو. الو هلا حبيبتي. هلا والله. منو معاي؟ معك فطوم. هيا فطوم شانك؟ هلا فيك بخير الله يسلمك. تبين اقول لك فطوم ولا فطوم؟ اللي رايحك. لا بقول فطوم انا، دلعتش حبيبتي. شلونك؟ كل عام وانت بخير يا فطوم. وانت بخير صحة وسلامة يا رب. فطوم عمري، شفتي العمل اللي توه؟ اي شفته. انا بعطيك اختيارات. اوكي. هل اسم العمل واو بنات الشاوي، ولا عائلة ذهب في ذهب، ولا العصابة؟ ذهب في ذهب. وانت الذهب يا فطوم، وفايزة معاي من براندات ومن كلينيك ناس. يعطيك الف عافية يا حبيبتي، ومن نسيبة ميك اب ارتست. يعطيك العافية يا فطوم. ايوه خنقول الحين منو معانا. الو الو احنا هنا. اوكي هذه فطومة فازت ريانا في اول براند من براندات. وعلى فكرة ترى براندات مسوين خصومات جدا حلوة، فيها بوكسات جدا جميلة. خلوني بس اقرأ لكم، ومو القصد من هذا كثما اقول ان كل ما تحتاجه الامرأة، يعني مسوين بوكسات وايد حلوة، والبوكسات كل بوكس له اسمه، بوكس الدرواز اللي هو بوكسي، بوكس الحيول، بوكس الفضة، بوكس يعني المقمش، انزين. فهذه الاشياء مسوين عليها عروض 75% في على سايت مال براندات، بالاضافة الى ان كود الخصم MK14، فعليكم
بالخصومات الحلوة قبل لا تروح لبعد العيد. ناخذ معنا منو الحين؟ في بيكون معاي اليوم ضيف جدا عزيز وغالي علي وأخ ونجم وكبير والكبير الله سبحانه عزيز علي وايد. إذا ما أدري إذا تقريره موجود ولا لا شباب؟ الاتصال بس التقرير موجود ولا لا؟ أوكي خلونا أول شيء نبتدي بالتقرير وتالي نرجع لكم مع اتصالي مع ضيفي الغالي من دولة قطر. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين. كاميرتي وين؟ دودت دودت يلا كاميرتي اثنين. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الآن مع ضيفي الغالي من دولة قطر الحبيبة الفنان القدير فهد الكبيسي. مساك الله بالخير. يا مساء النور. يا هلا وسهلا أختي منى، وسعيد والله جدا سماع صوتك رمضان سعيد صلتي معاكم في هالبرنامج الجميل. تسلم يا أستاذ. أول شيء كل عام وانتم بخير وتقبل طاعتك وصيامك إن شاء الله. وانتم بخير وصحة وسلامة، والله يعود علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية يا رب بخير ويمني بركاتك يا رب. الحمد لله اللهم آمين. أنا سعيد اليوم إني أسمع صوتك يا أخوي، بالعكس يا رب يسلمك. من الناس اللي عزيزين على قلبي، وبالإضافة أنت أيضا عزيز على قلوب كل حبايبك الجمهور وأيضا بالأخص دولة الكويت. يطول لي عمرك. أنا اللي سعيد والله باتصالك يا منى، وتعرفين أنت قدرك عندي وعزيزة وغالية جدا، ودائما من أوراقنا في الدوحة، وتعرفون يعني هالقطر والكويت مثل ما يقولون ديرة واحدة. عسى الله يحفظك يا أخوي بلا شك. أي والله بهالأمر الله يسلمك يعطيك العافية. أبيك تخبرنا على هالأغنية الحلوة اللي قد غنيتها في هلي وناسي. مقدمة والله الأغنية تحلى الله يسلمك بالمسلسل الجميل. أنتوا يعني ما قصرتوا تمثلين، قدمتوا مسلسل رائع، ويمكن احنا الأغنية هذه قدمتها مع أصيل جميلة طلال. أصيل طبعا الرائعة، والملحن كان طلال الصديقي، وأخو عبد الرحيم الصديقي هو اللي كتب الكلمات. يمكن لأول مرة أغني مع أصيل ودتو. أنا صراحة من عشاق صوتها الجميل، صوتها حنون ودافئ جدا، وكان راكب على العمل وراكب على الدراما. يمكن اثنينكم حنية حنية ربي يسلمك. والله اثنينكم حنية. بس انا عندي اغاني حلوه احبها لك طبعا، اكيد ما راح اقول لك غنها لان على راحتك توك متفطر والامور طيبه. احب اقول لك وش شنو جديدك يا غالي؟ والله عندي في العيد اكيد منزل سنجل جديده، راح تكون يعني اغنيه خفيفه مثل ما يقولون على الجمهور، وهي راح تكون ان شاء الله تمهيدا للالبوم ان شاء الله بيكون بعد العيد فتره، يعني اتوقع ان شاء الله خلال الشتاء. لكن الأغنية راح تكون من ألحان عبد الله المناعي، كلمات عايف من غيدة، وتوزيع مهند سيف، وإن شاء الله يكون الموضوع جميل كذي ولطيف على الناس. ومبروك أيضا على افتتاحكم، طبعا هذا يمكن أنا تأخرت فيه، على مزاجي اف ام. يا رب يسلمك الله يبارك فيك يسلمك يعطيك العافية. يلا انت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكوني معانا يعني وبإذن الله، وتشرف فيك يا منى. وهذه طبعا الإذاعة يمكن تعتبر الإذاعة الأولى التجارية يمكن مش حكومية. نعم. بعد الإذاعات الحكومية اللي موجودة عندنا في قطر، فتجربة جديدة الآن قاعدين نشتغلها، وأيضا يعني نحاول قدر الإمكان أن نجلب الأصوات الجميلة والنجوم حتى يشاركون معنا في تأسيس هذه الإذاعة، وإن شاء الله يا رب تكوني واحدة من هالنجوم اللي معنا. على رأسي بالعكس، أنا أتشرف أستاذ، وبالعكس العمل وياكم أكيد ممتع. متى نشوفك بالكويت بين جمهورك؟ والله احنا قاعدين نرتب الان على حفله صراحه. انا كلمت الاستاذ عبد الله القعود الفتره، وكلمنا الجماعه في مسرح جابر الثقافي. نعم. وباذن الله باذن الله يكون عندنا حفل، الى الان ما تحدد موعده لكن غالبا بيكون في شهر 10 او 11 باذن الله. طبعا كل الكويت يقولوا لك من كثر ما اشتقت لك، احنا راح نشتاق لك، واكيد يا رب الله يحرمنا من صوتك الحلو. انا اللي اشتاق لك، انا اللي اشتاق لكم والله. يا بعد قلبي عسى الله يحفظك يا أخوي ووفقكم، تحياتي للأهل وللحبايب في الدوحة، وإن شاء الله يا ربي دايما ما نسمع عنك إلا كل الخير يا رب، ومن كثر ما اشتقت لك وإحنا مشتاقين لك.
مشكورة يا منى، مشكورة على اتصالك، وشاكر لك، شاكر لكل اللي معاك يسمون في هذا البرنامج الجميل لقناة العدالة. شكرا يعطيك العافية أستاذ فهد. وكنا مع اتصال جميل ويا أخوي أستاذ فهد الكبيسي. حبايبي شايكم بعد هالاتصال حلو، فاصل صغير نرجع لكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع أضحك على قولة بشار الشطي الجميل والإعلان اللي أنا بالفعل أحبه. خلنا نرجع الحين شيف عادل، شلونك؟ حياك. أيوة جاي بحل اليوم. أيوة شلونك؟ شخبارك؟ الله يخليك يا رب. عساك بخير؟ نحمد الله تمام. بشرني ايش عندك اليوم؟ اليوم عندنا تشكيلة العيد. ورنا عندنا تشكيلة. هذه طبعا الشباب عقبها أهم شيء، أنا عازمة جروب المسلسل، جروب البرنامج عازمتهم. هذه طبعا شباب راح يطيحوا له بعد شوي صح؟ بس هاي بعدين نحط لها شير عشان ناكلها. بالضبط. عندنا طبعا الغرايبي والبرازة، هذا الجزء من حلويات الحلو طبعاً العيد. طبعا انا اليوم ما ادري ايش فيني الظهر، عشان اليوم متفطره قوزي، فعشان كذي. الله يغنيك يا ام عبد العزيز وهبه. انزين قل لنا شو تسوون بالمعمول، اكثر شيء بالماشي بالعيد عندكم؟ المعمول طبعا ثلاث انواع، اللي هو ساده الساده، لا هذا فستق، هذا التمر، هذا التمر، وهذا الفستق الحلبي، اوكي، وهذا الجوز. طبعا ثلاث اشكال مختلفه على اساس تكون العمليه سهله، انه الناس تعرفهم ما تتغلب. زين، ولكن المكون واحد يعني، ولكن الحشوه مختلفه. عندنا الغريبي والبرازع برضه من اصناف العيد اللي بيكون عليها طلب. طبعا بالاضافه للكعك، احنا الكعك جبناه برضه ثلاث حشوات، عندنا الفستق والساده. وين؟ جبناه من فتره. اتذكر ما شاء الله من الحلا اللي عندكم ما صرت اركز على حلو. مشكورين سابلي، مشكورين والله، مراضين اقسم بالله انكم انتم ورده. بكره محضرين لك كيك مرتب يعني. قول لا مفاجاه، خليها على الاقل هنتفاجئ. بس ها شرط كل الشباب يثبتون كاميراتهم. اكيد كلهم يجون يقصوا الكيكه. اكيد طبعا. بس ها ابي انا هذا الفاير. حاضر. ها لا تنسى. حاضر بكرة بشب الاستديو. حاضر أنا. ولا يهمك. أبي أستاذ أحمد الفضلي يقول لي إيش سويت بالاستديو. شكرا عيونك. حاضر والله يعطيهم العافية. بس ها أهم شيء أنت والشباب وربعي اللي بالاستديو. أكيد يكونوا متجمعين يعني. كلهم حتى عم إسماعيل والدنيا. عشان ها عم إسماعيل قلت لك أنا. نوجه لهم تحية طبعا. أي والله نوجه لهم تحية. نقول ألو. ألو. هلا يا حبيبتي، منو معاي؟ كل عام وانت بخير، عيدك مبارك. عساك من عيد العيد. من معاي؟ ما تهاني. والنعم حياك الله تهاني. سامحوني ما سمعت الاسم عدل. شلونك يا تهاني؟ بخير والله الحمد لله. تهاني شلونك يا رمضان؟ بخير والله تمام. امور طيبه الحمد لله. تهاني معك. تهاني شنو خاطرك بهديه؟ والله كل شيء منك حلو. حلو تسوي، تعرفي تسوين حلو؟ يعني. وانت فايزة ويانا حبيبتي من براندات، يعطيك العافية. وفايزة ويانا من سيبة ميك اب ارتست زائد وايت كلينك، يعطيك العافية. شو اسمها؟ تهاني. تهاني، تهاني الجميلة. اوكي انزل نقول الو. الو. هلا حبيبتي ام خالد. هلا فيك، شلونك منى؟ هلا والله، شلونك؟ طيبة، عيدك مبارك. اساس من عيد العيد، شخبارك حبيبتي؟ والله طيبة الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله يا ربي اموركم وايامكم كلها حلوة يا رب. الحمد لله، كافي شوفك حبيبتي. يا حبيبتي ما قصرتي يا الغالية. يا اهلا. ام خالد، يعني انت لك بالحلو ولا لا؟ والله لا. زين راح اسألك هالمرة. يقول لك اي الحلويات التاليه اللي ما تعتبر حلويات شرقيه؟ القيمات ولا البسبوسه ولا التشيز كيك؟ تشيز كيك. وانت فايزه ويانا يا حبيبتي ام خالد من براندات زائد وايت كلينيك ونسيبه ميك اب ارتست، يعطيك العافيه. هذه ام خالد. اوكي تمام. زين ناخذ عبير. ايوه يا عبير. عبير السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حبيبتي شلونك؟
هلا فيك يا عمري هدى، شلونك؟ منى يا منى يا حبيبتي. هلا هلا يا حبيبتي، شخبارك يا عمري انت؟ والله حبك، انا حبك ما حبيت مسلسل بزه والله. ايه بزه اللي بعد عمري هدية والله، ايش كثر عيد البرنامج هذا، كثر ما احب المسلسل هذا كل يوم اشوفه. يا حبيبتي يا بعد قلبي، حبيتك العافيه، وان شاء الله ما تشوفين الا الاشياء اللي تونسك وتسرك وتضحكك ان شاء الله. يا عمري انت حبيبتي، منوره حبيبتي، ما شاء الله عليك. يا بعد قلبي حبيبتي، يبغى اقول لك شيء؟ هلا يا عمري. بفوزك يا بعد قلبي، وانت فايزه من كابون مقدم من سابلي وكلينك ناس، شو اسمها؟ وايت كلينك عبير. ايوه عبير، ايوه اي، ونسيبه ميك اب ارتست عبير الحلوه. خلاص حطيناه هني. طيب نقول الو. ام حسين يا هلا. هلا فيك منى، شلونك حبيبتي؟ شخبارك؟ تمام بخير، عساك بخير ام حسين. هلا والله، هلا حبيبتي. شنك شكلك طباخه حلو، تسوي شيء؟ لا مو ذاك الزود. حلفي زين، بيض وطماط يعني. اي خلاص يبقى انت فايزه وياي، خلاص فايزه وياي بكفون مقدم من سابلي وميك اب ارتست نسيبه وايت كلينك. اسمها ام حسين. ام حسين اي، ام حسين، ام حسين ايوه. ها نقول الو. كوثر شلونك يا كوثر؟ بخير الله يسلمك، شخبارك؟ بخير وانت بصحة وسلامة، شلونك في رمضان؟ ما علي طيب الحمد لله. ان شاء الله غالبته ولا هو غالبك؟ لا غالبين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، خفيف وحلو وقدرتوا على الصيام. الحمد لله. ما شوفتك خفيف بعد. يا بعد قلبي حبيبتي، شلون الاهل كلهم بخير؟ بخير طيبين والحمد لله. حبيبة قلبي، يقول لك هني السؤال، تشتهر بلاد فارس بالزعفران والمكسرات ولا الجبنة النابلسية ولا التمر البرحي؟ الثالثة. الزعفران والمكسرات الأولى، وانت الصح حبيبتي كوثر، وفايزة وياي من براندات. طيب على طول جاوبت غلط بس ما عليه، يستاهلون يستاهلون الجمهور، ومع ميك اب ارتست نسيبه يعطيك العافيه يا حبيبتي. شو اسمها؟ شو اسمها يا شباب؟ كوثر. ايوه نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حبيبتي، شلون منى؟ هلا والله، شخبارك؟ عيدك مبارك مقدما. عساج من عايد العيد يا حبيبتي، شلون شوابها؟ ما قصرتي، وفيتي وكفيتي، برنامجك فظيع. الحمد لله حبيبتي، مشكورين. ما قصرتي. اي والله العظيم، وانتم مشكورين على مشاركتكم. لا ما شاء الله عليك، ما فطرتي مع الوالده كل اهلي، الله يعين عاد الحمد لله. اي والله لا تبكيني، امي امس تقول لي يما لا تبكي. اي والله. لا والله ما ببكيك، بس اقول جزاك الله خير صراحه. بالعكس انتم تستاهلون، واكيد بعد امي قاعده تستانس تشوف وياي بعد. الحمد لله. انتم مو انا افوزكم بجائزه وكذي، انا افوز انا جائزه امي اصلا. الله يا حبيبي. حبيبتي بعد عمري، شلون رمضان وياكم؟ بخير يا حياتي الله يعافيك. الامتحانات العيال كلهم نجحوا ان شاء الله؟ يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد ناجحين الحمد لله. الف مبروك عيل، بعد هالتعب اللي انت فيه تستاهلين الواحد انه يدلعك صراحه. الله يعافيك يا منى. هذه من كلينك ناس ومن صالون المنزل، لازقه هني زين، وزائد السله الرمضانيه للزعيم. شكرا لك يا حبيبتي. شو اسمها شباب؟ هود اللي كانت بساعة ولا واضحة؟ واضحة. اي واضحة، اوكي. ايوه يا عهود. حبيبتي شلونك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير حبيبتي، كل عام وانتي بخير مقدمة. وانتي بصحة وسلامة يا حبيبتي، شلون رمضان كان وياكم؟ ان شاء الله بخير. لا الحمد لله، خفيف الحمد لله. الحمد لله، وشون العيال ونجاحهم؟ اكيد نجحوا. ايه الحمد لله، عسى الله يوفقهم بعد. الحمد لله والشكر لك يا رب، عسى الله يوفقهم ان شاء الله ويحفظك ويخليك لهم ان شاء الله يا رب. امين حبيبي. يقول لك هني لا تصعبينها.
لا لا بسهلت. انت قدام الشاشة؟ ايه يبقى وانت صح وفايزة ويانا حبيبتي بكابون مقدم من سابلي زائد نسيبة ميك اب ارتست. يعطيك العافية. شو اسمها؟ أهود. أيوة أيوة خلاص كتبناها. ها نقول ألو ثواني. طيب باكر شو راح تذهب لنا غير المفاجأة اللي قلت لي عنها؟ يعني بكرة حنقدم برضو من أصناف العيد اللي حنقدمها في العيد. حتكون شوي أصناف باردة حنقدمها مع الكيك. زين بعد ما يعني أنت سلمت على الوالدة ذاك اليوم كلمتها ردت عليك؟ طبعا اكيد. ايش قالت؟ بتسلم عليك جميعا. احلف. اكيد والله. مرامي هذه؟ طبعا. ترى يا مرامي ولدك معي طول رمضان ما قصر جزاها الله خير وبيض الله وجهها. ايضا سلم لي على المدام محب للعيال. ان شاء الله يوصل. ان شاء الله يا ربي الله يعودها عليك بالخير والصحه والعافيه. على الامه الاسلاميه يعني يا ربي. وان شاء الله ونلتقي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تبي شنو الحين؟ ليش ليش؟ مبكر اليوم. يلا ما عليه. المهم باكر اهم شيء مفاجاه ذاهبه بس أكيد. تكون اكثر من شغله لان بعزم الجروب كله. اكيد بدنا نتجمع يعني. سابلي 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 طن ورن. هدوا اعصابكم علي. مشكورين مشكورين ما قصرتوا. يعطيكم العافيه وبيض الله ويحكم حبايبي. وصلنا الحين الى ختام البرنامج على امل باذن الله راح نلتقي وياكم باكر ان شاء الله. كل الشكر لصالون المنزل زائد مجوهرات العلوي مملكة البحرين الحبيبة زائد المصممة بثينة الرئيسي بثينة السليطي من دولة قطر ونسيبة ميك اب ارتست. واحبكم وايد. نلقاكم على خير. اسئلة سهلة ترى والحلم تو سكرة معاي اكلات وضيوفي وياي شعبي خليجي ايطالي وهندي كل حلا. اسئلة سهلة ترى والحلا انتو سكرة الكل رابح معاي يا حلا ومسهلة. اسئلة سهلة ترى والحلا انتو سكرة الكل رابح معاي يا هلا ومسهلة. حلا ايو حياكم معاي.